بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة عن ازاي نقفل التعليقات على الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب، او نمنع التعليقات، او اننا نتحكم فيها انني ما ننشرش الا التعليقات اللي انا نوافق عليها فقط. نعمل الكلام ده ازاي؟ انا عندي مثلا فيديو نشره على اليوتيوب اهو، هنضغط على تعديل الفيديو. طبعا الكلام ده مش متاح الا لصاحب القناة فقط. اثناء رفع الفيديو واثناء عمل الاعدادات بتاعته بتبقى البيانات بتاعت اهي، طبعا اسم والكلام ده كلته، التفاصيل دي كلها ملهاش لازمة. الاعدادات المتقدمة، وقول السماح بالتعليقات. انا لو شلت علامة صح ده ايه، يبقى خلاص مفيش اي تعليقات على الفيديو، وهنعمل حفظ وهنروح نشوف الفيديو كده. اه، التعليقات غير مفعلة لهذا الفيديو، مفيش اي حد يقدر يحط لي اي تعليقات على هذا الفيديو نهائي. طيب انا لو عاوز نعمل اي تعليق او عاوز ننشر اللي انا نوافق عليه فقط، برضو الاعدادات المتقدمة هنعلم طبعا تاني على السماح بالتعليقات، وبعدين هنبدأ نفتح منه ونختار الموافق عليه اللي هو ده كده. اي تعليق يكون على الفيديو طبعا هيقول لي هناك تعليقات تحتاج الى المراجعة وكلام من ده، اذا وافقت عليه ماشي يتنشر، ما وافقتش عليه يبقى هيتحذف ولا ينشر. او اننا نختار كل التعليقات باستثناء تلك التي يحتمل ان تكون طبعا غير ملائمة، وطبعا ديت مش دقيقة، لان ممكن تكون ما فيهاش اي شيء وتمنع، وممكن تكون العكس. يبقى كان موضوعنا عن التعليقات وازاي نمنحها او لا ننشر الا اللي موافق عليه فقط. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك او سبسكرايب. طيب بعد الضغط على اشتراك ما تنساش نضغط على الجرس ونعلم له ونعمل حفظ عشان يصلك جديد القناة، ثم الضغط على إعجاب أو لايك، ثم مشاركة الموضوع أو شير، وجزاكم الله خيرا.